بالاف لا تفضل جايبه ان وتجيب كل غياراتها. كويس كويس. بس اول ما تيجي في زحمه او تيجي تهدي في مكان بتديك اف. بس لو سبتها 3 4 ثواني بترجع تدور وتكمل معاك. يعني انت لو في مش هتقف تماما يعني. لا 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 العربيه هتجيبك. يعني مش لازم احمل ونش وكده يعني. احنا اللي بيجيب عندنا اف بقى وانت بتدور الصبح او هو اللي مشاكله كتير الكنترول نفسه اللي تحت. وهو الكنترول ده بيتعمل له صيانه كل قد ايه؟ كل قد ايه؟ المفروض مع طقم الدبرياج اللي هو كل 70,000. لان انت كل ما بتسيب الطقم زي ما احنا قلنا زي ما انت لو راكب عربيه مانوال الديسك بيتقل. والكنترول بتنفذ امر ملهاش علاقه. كان رجلك بس هو الكنترول اللي بينفذ الامر ده. تمام. فالكنترول ده بتعمل له صيانه اللي هي الشربونات بتاعته بيتبص على البلي بتاعه. طول ما انت عامل الصيانات دي ومغير طقم دبرياجك ومغير الزيت بتاع الفتيس استحاله العربيه تقف منك. يستحيل. وزيت الفتيس ما ينفعش تحط له فالفالين ما ينفعش تحط له 80 90 هي لها زيت مخصوص بتاعها. يا الجي ام يا زيت 75 80 لان ده لزوجته مناسبه جدا للجي ام. في الحاله دي هتتلافى اي مشاكل في الفتيس اللي هو الايزي ترونيك دلوقتي. الايزي ترونيك هو انت كنت عايز توري لنا ايه هنا يا باشمهندس؟ انا ممكن اوريك هنا لو انت حابب تشوف الكنترولات اللي هي بتشغل. دي برضو العربيه. ده بص ده الفتيس هو لو انت بصيت هو فتيس مانيوال. هي العربيه بس مفكوكه. هو ده الفتيس شاور كده اللي هو اللي هو اللي تحت ده الجزئيه. تمام. دي هو ده فتيس مانيوال. تمام. ادي مجموعه المواتير بتاعه التعشيق اللي فوق. تمام ماشي. اللي هي بتدي اول تاني والمشدير وكل الكلام ده. دي لو حتى عطلت منك على طريق ما فيهاش مشكله يعني هتجيبك. تمام. انما دوت لو عطل هو ده بقى المشكله. ده اللي ممكن يديك ايه اللي هو الكنترول اللي هو الرئيسي اللي هو المتحكم الرئيسي اللي هو ده الكنترول. ده الكنترول. احنا لو بصينا دي في علبه زيت بتاعته مخصوص فيه باكم. تمام. مش ده الزيت اللي احنا بنتكلم عليه. ده زيت باكم عادي جدا. وادي الماستر اللي بيشغل عن طريق المواتير. هو ده اللي بيبوظ.